حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد ان الذي زاد التاذين الثالث يوم الجمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر اهل المدينه ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التاذين يوم الجمعه حين يجلس الامام يعني على المنبر